الكتاب 18، المقالة 18. خوسكاب، ربط الكلام بقلم آرا سوفاليان. لكل شعوب العالم تقاليد عند الخطبة والزواج، ولعل أغربها بل وأجملها على الإطلاق تلك الموجودة لدى الشعب الأرمني. قبل الخطبة هناك تقليد هام لدى الشعب الأرمني لا يتنازل عنه الأرمن أبدا، وهو غير موجود لدى الشعوب الأخرى، ويطلق عليه خوسك جاب. وكلمة خوسك معناها الكلام، وكلمة جاب معناها ربط. ومعنى الجملة ربط الكلام. وهذا احتفال أسري صغير يسبق الخطبة، حيث يذهب العريس وأمه وأباه وإخوته وكبار عائلة العريس، يذهبون جميعا في زيارة لبيت العروس، يحملون معهم خاتم ثمين يهدونه للعروس. فإن كانت راضية بالعريس فإنها تقبل بأن تقوم حماتها بوضع الخاتم في إصبعها، وهذا يعني الموافقة الأكيدة على أن والدة العريس هي التي طلبت العروس بمحض إرادتها واختيارها، ويكون الخاتم هو الإثبات وقبول العروس وأهلها بهذا الخاتم. هو سك الموافقة على هذا العريس وأمه وأهله ومن جاء معه. وبعد ذلك يتم تحديد موعد الخطبة، ويتم احتفال جميل بهذه المناسبة تتخلله ضيافة معتبرة. التقليد الثاني هو وقفة العريس في الكنيسة أثناء الإكليل. ففي كل الشعوب تقف العروس إلى جانب العريس، ولدى المسيحيين يقف الإشبين إلى يمين العريس والإشبين إلى يسار العروس، ولدى الأرثوذكسيين يدور الجميع ومعهم الكاهن ثلاث دورات حول الهيكل. أما لدى الأرمن فيقف العريس في مواجهة العروس التي تضع جبينها على جبينه مع بعض الميل، وفي هذا التصاق روحي وحب وإذعان وخضوع كل طرف للطرف الآخر طواعية. في الصور المرفقة خاتم الخوسكاب المتعلق بطلبة أمي، ويعود هذا الخاتم الجميل إلى 61 سنة مضت، وكنت أراه دوما في يد أمي دون أن أعرف أنه خاتم الخوسكاب. لقد احتفظت أمي بهذا الخاتم منذ العام 1954، ولا زال حتى اللحظة يلمع في يدها. صنعه صائغ أرمني لا أعرف اسمه ولا أمي تعرف، ولكن الذي أعرفه أن أبي لا يشتري ذهب إلا من صائغ أرمني.
الحجرة التي تزين الخاتم لونها بنفسجي، ولهذا اللون حب خاص لدى الشعب الأرمني، وهو مستمد من زهرة البنفسج، وكانت هذه الزهرة شعار الحب الذي كان ما بين أمي وأبي، وهو شعار المئوية الأولى أيضا لإبادة 1.5 مليون أرمني قتلهم الأتراك غدرا في العام 1915 بعد 61 سنة. أرى هذا الخاتم في يدها اليوم وأسمع منها القصة الكاملة. أحبك يا أمي، يا هدية السماء. أرى سوفاليان كاتب إنساني وباحث في شأن الأرمني، 27/11/2015.
خورو دیگ ناره.